بالنسبة للشكاوى كمان وصلنا شكاوى من سكان برج التحرير. عايز أقول لكم برج التحرير كنا بنتكلم مع سيدة النائب أحمد السجيني على برج الأهرام أو فيصل. البرج ده بكل تفاصيله في برج تاني ملاصق ليه جات لي شكاوى كتير قوي على صفحة البرنامج للبرج المحترق ده. في برج ملاصق ليه وفي تقريبا بنتكلم على 36 أسرة أعتقد لو أنا فاكرة الرقم بالظبط، 36 أسرة في البرج ده بتشتكي على أنه تم إخلاؤه وهم مش عارفين يعملوا إيه. فياريت بعد إذن حضراتكم يعني الناس المسؤولين يشوفوا هيعملوا إيه بالنسبة لأصحاب هذا البرج. هل حي الهرم هيبدأ أنه هو ياخد إجراء ويتأكد ومن سلامة البرج الملاصق للبرج فيصل أو عمارة فيصل الشهيرة بعمارة فيصل ولا إيه؟ لأنه الناس بتقول إحنا في الشارع من 3 أسابيع. وصل لنا شكاوى كمان من سكان شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة برج العرب الجديدة. بيطالبوا سكان مدينة برج العرب الجديدة بيطالبوا توصيل شبكة الغاز الطبيعي ليهم للوحدات السكنية، وبيقولوا إنه إحنا كمان نفسنا يبقى عندنا غاز طبيعي، لأنه طبعا غاز طبيعي أنت بتتكلم فيه ما عندكش مشكلة في الأنبوبة، بتتكلم بغض النظر عن السعر، بتتكلم الغاز الطبيعي موجود 24 ساعة طول الوقت، فهم كمان نفسهم يبقى عندهم غاز طبيعي للوحدات السكنية بتاعتهم. طيب خليني اخد تليفون. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم. ازيك يا استاذه عزه؟ بخير يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي. شكرا لحضرتك ان انت تعاطفتي معانا ورديتي علينا وقبلتي شكوتنا. ربنا يخليكي، اتفضلي. فكريني بس فكريني انهي شكوى بس. شكوى محمد الشاب المعاق 23 سنه. تمام. عايزه اي حاجه ان انا اكله، وعنده اعاقه 100% بيشوف ويسمع بس. انت بعت لنا صورته. محمد عنده 23 سنه. اعتقد الصوره هتبقى امام حضراتكم دلوقتي. انا مش عايزه اعالجه والله يا فندم. انا مش عايزه تعالجيه. ليه مش عايزه تعالجيه؟ يعني هو مش معايا اكله، مش لاقي اكله. طب مش يمكن حد ابن حلال او يمكن وزاره الصحه او يمكن مكتب رئاسه الوزراء يلاقوا له علاج برضه؟ أنا عايزة حتة بوفيه أقف فيه يا فندم، أعمل شاي. بيقولوا محافظة القاهرة عاملة مزاد على البوفيهات، بس أنا معرفش. مش معايا أدفع إن أنا إيه، إن أنا آخد بوفيه أقف فيه. أنا مريضة سكر. إن أنا أكل وأكل إخواتي وأعوله يعني وكده. أنا بشكر. كنت بتشتغلي إيه طيب؟ ولا هو بيصرف إزاي؟ ولا والده بيشتغل إيه؟ أنا والده سواق واعد من أول كورونا مع رخصة أولى. ان هو يشتغل مفيش شغل، وكمان رخصته منتهيه، عايزه تأميناته بتاع 4000 جنيه عليها فلوس. فطبعا عايزه اشغله اي حاجه، ان شاء الله يقف بوفيه يبيع شاي، ان هو يعنا او انا اشتغل او بنتي تشتغل. أيوة. في بوفيه اللي هم عاملينه محافظه القاهره. ان وانا بطاقتي على هنا على القاهره يعني. ايوه وان انا اكل بس عيش واكله واعالجه واجيب له علاجه واجيب له اكله. انا حمد ربنا على كل حال. الحمد لله. وبحمد ربنا على كل شيء، وبناشد رئيس الجمهوريه، وبناشد وزير الداخليه، وبناشد وزير التنميه المحليه ان هو يقف معايا بس في مشكلتي. بس يعني فكرة الشغل حاضر. اي منطقه حاضر. حكوميه بس اجيب بوفيه كده، بس انا مش معايا اجيب اقف فيه واكل واكل عيالي بس كده. مهم ان احنا نسمع حضرتك، مهم ان احنا نسمع الناس ونعدد الشكاوى. واكيد لو في اي فرصه لاي حد بيسمعنا دلوقتي اكيد مش هيتاخر. بشكرك يا فندم، بشكرك. طيب ناخد استاذ علي. استاذ علي اتفضل. عادل يا استاذ. استاذ عادل اتفضل يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه والساده المعزين. كل سنه وحضرتك طيبه والساده المعزين. استاذنك بس توطي التلفزيون ونسمع بعض عن طريق التليفون. اتفضل. حاضر. لا كنت حضرتك بس عايز، انا حضرتك عندي 70 سنه. كم؟ عن المعاش. 70؟ انا عندي 70 سنه. أي. عن المعاش. وكنت عايز اناشد السيد محمد زكي وزير الدفاع. وسيادتك بس ضم صوتك لصوتي، عشان انا عايز، كنت عملت حضرتك كنت عملت عمليه في 2015 فقرات الرقبه، وبعد منها ما مشيتش خالص، وبقالي 6 سنين على السرير. طب انا هستاذن حضرتك بس سيب البيانات.
لزمايلي برقم التليفون عشان تبعت لنا بس التقارير، واحنا ان شاء الله التقارير دي نبعتها لحد متخصص ونرد على حضرتك. والف سلامه عليك فندم. عيني عيني، حاضر.